هو بنفسه يقول له لا تتفل وما شدها انتو شفوا. ما بتكلم عن ناس اللهم لا شمات يسووا اشياء اكتر منه ما شاء الله، ما شفناهم يتوقف ولا انقلب ضدهم ولا ناس وناس. سكرية كف على عمو. ويلا خذ لك من دول اللي دحين جالسين يطقطق، يعني احنا حنقولها مره فل تضحك ومره ما يضحك الموضوع. ناس خارجه عن السيطره، وكمان زكريا ما في بنت قالت له تفل، ذي هواجس من عندكم سيناريو يا تعبان. اللي مو عارفين هرجه انا بقول لكم، زكريا تفل على لاعب من الشباب، وجاء لاعب تاني من الشباب دف زكريا قال له لا تفل، ورجع تفل عليه، والحكم قام اعطى زكريا كارت احمر. برضه وهو طالع رجع تفل على نفس اللاعب، المهم بعد المباراه شراحيل عصب وقال ليش اعطوا زكريا كارت احمر ولاعب الشباب هو اللي بدا. خوي ما يخلي خويه، بعده راح يتضارب وكانوا متجمعين عليه بقية يهدوه ما يتضارب. اللي ضحكني جا كمارا يحسبهم جالسين يحتفلوا على الفوز، جالس ينطنط وبصوت بعد يدارك ان الهرجة مو احتفال ويبدأ يهدي معاهم. بس اوكي شرحيلي خرج عن السيطرة.